لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من الكتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة نتناول مسألة اليوم وهي بعنوان حكم قيام الخطيب أثناء الخطبة. حكم قيام الخطيب أثناء الخطبة، يعني هل يلزم الخطيب أنه يخطب قائما؟ هذا هو المقصود. وهل يجوز للخطيب أن يخطب قاعدا؟ من الطرائف يعني قبل ما أبدأ الدرس يعني أو الكلمة، أنه أنا اليوم وأنا بقرأ المسألة قبل يعني التسجيل، فأحد الناس اتصل بي وأنا براجع الدرس يعني، فسألني في نفس المسألة، فقال لي أنا عندي خطبة وأنا مريض، هل يجوز أخطب وأنا جالس أم لا؟ فإن شاء الله نتناول هذه المسألة. فالعلماء في ذلك على قولين، على قولين. القول الأول هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، قالوا إن القيام ليس شرطا في صحة الخطبة. قالوا القيام مش شرط في صحة الخطبة، لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام كالأذان، فإن تركه صحت الخطبة. قالوا إن القيام في الخطبة مش شرط، لو الخطيب خطب الخطبة كلها قاعد لا بأس ولا يؤثر ذلك في حكم الخطبة. واستدل بعضهم لهذا القول بما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. أبو سعيد بيحكي بالخبر ده. قال وبما أخرجه البخاري وغيره من حديث سهل مرفوعا وفيه مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها. لكن في الحقيقة الدليلين دول يعني يرد عليهم كما قال الشيخ، وأجيب عن الدليل الأول بأنه كان في غير خطبة الجمعة، إن الصحابي يقول إحنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر وإحنا قاعدين حواليه، يحتمل أنه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الدليل الثاني مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها، اللي هو المنبر يعني، باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين، أول ما بيطلع الخطيب المنبر بيقعد. أما القول الثاني، وهو الذين قالوا بأن القيام للخطيب واجب، الخطيب لازم يخطب وهو واقف، قال وهو قول مالك وفي إحدى الروايتين عنه والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، على أن القيام حال الخطبة شرط لابد منه، لازم الخطيب يخطب وهو واقف. واحتج هؤلاء بما رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. يعني الحديث ده في الحقيقة من أقوى الأدلة لمن قال بلزوم القيام ووجوب القيام على الخطيب. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب، جابر بن سمرة بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. يعني ده من أكبر ما يستدل به من يقول به يعني لزوم القيام للخطيب. واحتج كذلك بما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. يعني إن الأصل هو كان يخطب قائم ثم يقعد للجلسة اللي هي بين الخطبتين ثم يقوم. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه قال قال الأثرم سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يسأل عن الخطبة قاعدا، حكم الخطيب إذا خطب قاعدا، قال أو يقعد في إحدى الخطبتين، أو يقعد في إحدى الخطبتين، يعني الخطيب هل يصلي يخطب قاعدا أو يأخذ خطبة من الخطبتين قاعد والأخرى قائم. قال فلم يعجبه،
بيقول يعني ان انا سألت الامام احمد عن ذلك فلم يعجبه. نعم. وقال قال الله تعالى، الامام احمد يعني رد عليه، قال قال الله تعالى وتركوك قائما. هو بيتأول قول الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، لما حصل الموقف اللي بعض الصحابة طلع اثناء صلاة الجمعة لاجل التجارة، فالإمام أحمد بيحتج بقول الله تعالى وتركوك قائمة، وهذا يدل على أنه كان قائما واقفا صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فقال له الهيثم ابن خارجة كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته، فظهر منه إنكار. بيقول يعني أنه الأثرم بيقول حتى لما قيل للإمام أحمد أن عمر بن عزيز كان بيخطب جالسا فظهر منه إنكار، يعني من الإمام أحمد. يعني خلاصة كلام يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى القعود للخطيب، كان لا يرى القعود للخطيب. لكن هنا تبقى معنا مسألة، وهي أن الخطيب طيب، إحنا قولين العلماء، قول قالوا بأنه هو لا يجوز له الجلوس، وقول قالوا بأنه يجوز له الجلوس وأنه لا يشترط له القيام في الخطبة ونحو ذلك. طيب أيهما أرجح في الحقيقة؟ الأرجح أنه يلزم الخطيب القيام، أنه يلزمه القيام، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا، ولا يعرف عنه أنه خطب جالسا صلى الله عليه وسلم. لكن تبقى مسألة هنا، وهي ماذا لو أن الخطيب عرض له عارض فلم يقدر على إكمال الخطبة قائما، أو كان الخطيب لا يقوى على القيام لمرض أو نحو ذلك، ولا سيما لو كان هو الخطيب الراتب المعين أو الإمام أو نحو ذلك، فهل يشرع له الجلوس؟ الراجح أنه يشرع له الجلوس، وسيكون هنا الجلوس من باب الضرورة، فهو في هذه الحال احتاج إلى الجلوس. ولذلك ثبت كذلك بما يدل على ذلك، كما نقل أيضا الشيخ قال وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر قائما، وعمر قائما، وعثمان قائما، وأول من جلس على المنبر معاوية رضي الله عنه. ومعاوية جلس لعلة تظهر في الكلام أيضا، قال وعنده عن الشعبي أن معاوية رضي الله عنه إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. معاوية في آخر سنه، في آخر عمره رضي الله عنه، كان بدين، كان جسده بدين كثير، يعني عظيم الجسد، ولا سيما أن معاوية كان عظيم الجسد عموما، فلما بدن صار ثقيل مع سنه، فكان يحتاج إلى القعود، قال وهذا مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال أول من استراح في الخطبة عثمان. استراح يعني ماذا؟ أنه قعد في وقت الخطبة، في وقت ما بيتكلم، يعني كان جلس بعض الأوقات. وكان إذا أعيا جلس، أعيا يعني تعب، ولم يتكلم حتى يقوم. وأول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه. وذكر الهيثمي عن موسى بن طلحة قال شهدت عثمان يخطب على المنبر قائما، وشهدت معاوية يخطب قاعدا، فقال أي معاوية أما إني لم أجهل السنة، يعني السنة أن أنا أخطب قائما، ولكن كبرت سني ورق عظمي وكثرت حوائجكم، فأردت أن أقضي بعض حوائجكم قاعدا ثم أقوم فآخذ نصيبي من السنة. يعني بعض العلماء قالوا إن كلام معاوية ده يفهم منه إن هو كان بياخد الخطبتين، واحدة جالس وواحدة قائم، يعني ممكن يقوم الخطبة الأولانية وبعدين يجلس التانية أو العكس، بحيث إن هو كان يعني لشدة يعني تعبيه ومرضيه فكان يجلس أحيانا. خلاصة الكلام أنه الأصل في الخطيب أنه يخطب قائما، أما إذا احتاج إلى ذلك لعلة مرض أو نحوه جاز له ذلك. قال الحافظ ابن حجر ولا حجة في
في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا، لأنه تبين أن ذلك للضرورة، تبين أن ذلك للضرورة. يبقى الجلوس يبقى للضرورة، والعلم عند الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.